السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس سلسلة أتعلم النحو. درسنا اليوم هو المبتدأ والخبر، نتابع معا، تفضلوا حياكم الله. أولا، الجملة في اللغة العربية نوعان: الجملة الفعلية سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله، والجملة الاسمية وهي التي تتكون من المبتدأ ومن الخبر. إذن لها ركنان أساسيان هما المبتدأ والخبر. نأخذ مثالا على ذلك، مثلا السماء صافية. السماء صافية، السماء هي المبتدأ وصافية هذه الكلمة هي الخبر. طيب، ما معنى مبتدأ وما معنى خبر؟ المبتدأ هو معناها الكلمة التي ابتدأنا بها، الكلمة التي ابتدأنا بها الجملة فهي المبتدأ. طيب، وخبر هو الخبر الذي سنفيده أو سنضيفه عن هذا المبتدأ. طبعا من شروط المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. لا تقول رجل يمشي، هذا ليس مبتدأ، لكن لها استثناءات. يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت، مثلا إذا قلنا رجل كريم في الدار، هذه صحيح نكرة لكنها موصوفة بكريم، رجل كريم، فأفادت معنى محدد نوعا ما، فيجوز لنا الابتداء بالنكرة إذا أفادت لنا معنى محددا. طيب، والخبر يكون مفردا ويكون جملة. طبعا نقصد بالمفرد مفرد ومثنى وجمع، هذه اسمها مفرد يعني اسم واحد، وقد يكون جملة. على سبيل المثال، السماء صافية المبتدأ هنا مفرد والخبر مفرد. طيب، الرجل يصلي الخبر هنا جملة وليس مفردا، يعني المفرد مقصود فيه ليس المفرد من الأعداد، يسمونه هنا في هذا الموضع مفرد يعني كلمة واحدة يعني اسم، أو جملة، مفرد يقابلها جملة في هذا الاصطلاح. عموما مثلا إذا قلنا مثلا الرجل كريم، الرجل كيف نعربها؟ هذه جملة اسمية، الرجل كريم مبتدأ، الرجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذا الأصل في الإعراب. كريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل العلامة هي الضمة للرفع دائما؟ لا. مثلا لو قلنا الطالبان مجتهدان، الطالبان هنا مثنى، راجعوا درس المثنى الذي تحدثنا فيه عن علامة رفع المثنى. المثنى هنا مثلا الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، الألف لأنه مثنى. وكذلك الأمر، الطالبان مجتهدان، كلمة مجتهدان هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، لو قلنا المسلمون منتصرون، إذن لا يوجد ضمة هنا ولا يوجد ألف، هذا جمع مذكر سالم. نقول المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، منتصرون كذلك الأمر خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مثال آخر، أبوك كريم، أبوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، ليس لأنه جمع مذكر سالم، بل لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هكذا تعرب دائما، ترفع وعلامة رفعها الواو، هي أب أخ حم ذو فو، أب أخ حم ذو فو، هذه هي الأسماء الخمسة علامة رفعها دائما الواو، أبوك. وممكن أن نتطرق إلى علامة نصبها الألف بدلا من الفتحة، وعلامة جرها الياء، يعني تصير يعني بإمكانك أن تقول أبوك أباك أبيك في الرفع أبوك، في النصب أباك، في الجر أبيك طبعا، وأخوك الأخ كذلك الأمر، وحم وذو وفو. طبعا ليس درسنا يتحدث عن الأسماء الخمسة، لكن هكذا تطرقنا إليها لأنها ستمر في الأمثلة. إذن أخذنا مثال عن المبتدأ وعن الخبر. نأخذ مثال الرجل يصلي، نكرر إعراب جملة يصلي، يعني الخبر جملة، يعني لا يوجد هنا مفرد مقابل المبتدأ، مسند ومسند إليه مبتدأ وخبر، بل الخبر هنا جملة. طيب، جملة يصلي. طيب، كيف نعرب يصلي؟ نعربها مرتين، نعرب المفرد، المفردة الكلمة، يصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أين الفاعل؟ فعل مع فاعل، الفاعل هو. طيب، الجملة المكونة من الفعل والفاعل، من يصلي مع هو، هذه الجملة
هي الخبر، هي في محل رفع خبر. طبعا إذا اتفقنا على أن المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، دائما 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 المبتدأ والخبر يعني مرفوعان، لكن إذا دخل عليهما النواسخ تتغير الحالة. كيف سنتعرف إلى النواسخ؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن النواسخ التي تنسخ الرفع عن المبتدأ أو عن الخبر. تابعوا معنا، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.